أقام مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري أقام حفل تكريم أبناء شهداء الفائقين للعام الدراسي 2018-2019. وأكد المكتب أن الاحتفالية تأتي شكرا للمثابرة والنجاح الذي حصده أبناء شهداء الذين أثبتوا أنهم يسيرون على نهج آبائهم الذين كان روادا للفداء والتضحية من أجل الكويت. لقد اجتهدتم وثابرتم في تحصيلكم العلمي فحصدتم النجاح والتفوق الذي يمهد لكم الطريق نحو مستقبل زاهر إن شاء الله للإسهام في خدمة وطنكم ورفعة شأنه. ولقد أثبتتم أنكم تسيرون على نهج آبائكم الذين كان رائدهم الفداء والتضحية من أجل الكويت، فبذلوا دماءهم رخيصة من أجلها ففازوا بمنزلة الشهادة.